السلام عليكم ورحمة الله مستمعينا الكرام أينما كنتم وحيثما تواجدتم عبر أثير إذاعة الجزائر من سيدي بلعباس، نحييكم ونتمنى لكم أوقات طيبة وسعيدة برفقة برمجتي هذا اليوم. سعداء بلقياكم ضمن هذه الوقفة الخاصة مع ضياف جاونا من ولاية وهران. ضيافنا اللي جونا من ولاية وهران شباب في عمر الزهور، ولكن معهم شخص كبير قال لي أنا أبواهم. نرحب بهم جميعا في هذه الوقفة ونشكرهم على زيارتنا في إذاعة سيدي بلعباس. ضيافنا اليوم الحديث معهم رايح يكون عن مجال السينما. والحديث سيكون عن فيلم شهرة. يسعدني أن يكون معي اليوم السيد رايح بن دريس. مرحبا بك. مرحبا بكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مرحبا بكم. ورحب أيضا بأكرم بودياف. أهلا وسهلا. مرحبا بك. ورحب أيضا بمروى بكير. أهلا وسهلا. ورحب بالأزرق ياسين. أهلا وسهلا. وأرحم ببومهراز علي ديسم اللي تأخر اليوم شوية. الله يسلمك ويسلمك. أهلا وسهلا. مرحبا بكم. إذا لتذكير هذا الفيلم اللي رايح نتحدثوا عليه هو فيلم شهرة. رايح بن دريس هو مخرج هذا الفيلم. بكير مروى وبومهراز علي ديسم وأكرم بوضياف هم ممثلون في هذا الفيلم، والسيد ياسين بلزرق هو كاتب السيناريو. نبدأ بعد قليل. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في الاستماع لبرامج الإذاعة الجزائرية من سيدي بلعباس، ونرحبوا بضيوفنا الكرام اليوم اللي رايح يكون حديثنا عن مجال السينما وتحديدا فيلم شهرة الذي مجاله الزمني 22 دقيقة، ومع بعض الممثلين من هذا الفيلم ومخرجه وأيضا كاتب السيناريو. للتذكير أكرم بوضياف أدى دور سليم، ومروى بكير أدى الدور حنان، وعلي ديسم بومهراز أدى دور كريم. إذن البداية بطبيعة الحال رايح تكون مع المخرج رايح بن دريس. نرحب بك أستاذي الكريم، مرحبا بك في إذاعة سيدي بلعباس وفي بلعباس اللي هي أيضا مدينة الفن والرأي كما داري تجي بلعباس ولا هذه تمام. نجي الجامعة ندير ندير النقد السينمائي ونشارك في كلية الفنون. كلية الفنون وشارك تاني، وكاين طلبه من الجامعه يجوا عندي ثاني ندير لهم الاستاج براتيك المتخرجين. اذا راك دائم التنقلات الله يبارك. ماذا بينا تعرفنا وتعرف المستمع الكريم اللي راه يسمع في اذاعه سيدي بلعباس شكون هو رايح بن دريس. انا من مواليد 1964 الله يبارك، بعين تيموشنت ولايه عندي موشنت. مارس سينما منذ 30 سنة، على خطر كنا نشارك في سينما الهوات من كانت سيبرويت. اللي كانت أنا من المحظوظين اللي كان عندي كاميرا سيبرويت. من كانت الكاميرا ما كايناش زعما قليل اللي كنا عندنا الكاميرا، وكانت عندي أباري دو بروجيكسيون. وتعلمت شوية سينما. تعلمت يعني كانت هواية منذ الصغر. هواية منذ الصغر. كانت في الصغر كانت أمنيتي أن أكون مخرج سينمائي. كان الأساتذة من ندخل نقرأ يقول يديرون هذاك النصف ورقة يقول لك واش غادي تدخل
وش تمنياتك؟ تمني نكتب له مخرج سينمائي كاع الناس تشوف طبا تشوف اساتذه تشوف ولكن ديزانجينيير ولكن انا واحد اللي يخرج له مخرج سينمائي يشوف سبحان الله رساله من في المويان في الثانوي يديروا هذا. كانت هذه الكلمه في ذاك الوقت يعني زعما بعيده مخرج سينمائي سيرتو وين سكنوا منا في في جوية هذو الصغار ماشي في ألجي ماشي في قسنطينة ماشي في المدن الكبيرة. المدن الكبيرة كانت أموان يعرفوا هو المخرج السينمائي. المهم تابعت أنا تابعت الدروس تاعي وروحت لفرنسا درت ستاج تكوين وتحصلت على شهادة الصوت والصورة من إيزيس اللي راها كانت إيزيس انستيتي ولد درك ايكول ما زلت يتخرجوا منها الناس تاع السينما مازال يخرجوا تقنيين لانه تما كاين مدارس عريقه يعني في اوروبا المدرسه الفرنسيه عريقه تاع السينما المهم تخرجت وما لقيتش بين نخدم خاطر كي وليت هنا للجزائر ما لقيتش يعني كنت لها في ارض خصبه ومن بعد جيت هنا ما كانش سينما سامعين البصري راه غير عاد كي يوافقوا لي في 2014 عاد زعما المجال هذا مفتح للشباب ومفتح للممارسه والناس ولات تشارك كاين اللي عندها معلومات كاين اللي ما عندهاش معلومات ولكن الناس كاع اللي كانت دارقه في هذا المجال ما تبانش دخلت لهذا المجال دخلت لهذا المجال وكاين اللي عصامي وفرض نفسه ولا يخدم السينما لكن السينما في اللي ما تكونش عندها قاعده علميه زعما نظن انا نتمنى كاع الناس اللي يمارسوا السينما يقروا السينما يليق يقروا يليق يديروا تربصات لانها علم علم قبل ان تكون ممارسه قبل ان تكون فن ثاني ايوه صح والسينما ماشي محتكرينها زعما ماشي محتكرينها وحدين خاطر انا هنا في الجزائر في بلادنا كانت محتكرة في جهة هذا ما عندكش الحق باه تكون مخرج ولا تكون يخصك تفرض نفسك بالعمل تاعك بالعمل تاعك والاعمال نتاع رايح بن دريس كمخرج يعني قبل ما نجو للحديث عن فيلم شهرة الاعمال الاخرى اللي يعني نلت شرف انك تكون مخرج فيها هي كنت اسيستون مساعد مخرج خدمت مع مخرجين كبار ولكن كمساعد كمتربص فقط ما كنتش زعما هذا ايضا يعاون بيان سير هذا هو اللي يعاون يساعدني وعطاني هذا هو اللي حفزني باه نزيد نواصل في المجال هذا خاطر على بالك ما يخفاكش هنا في الجزائر باللي وكما تكونش عندك تحفيزات ولا ناس يوجهوك في هذا المجال تحبس وثاني المجال هذا يليق لها دعم يليق له الدعم المالي هنا انا ما عندناش الدعم المالي وكاش اللي يدعمك اذا فرضت نفسك وشافوك باللي عاد باه تعطيك الدوله او لي سبونسوريست يعاونوك ويعطوك باه تدير انجاز مشروع ما ولكن يليق لك تضحي يليق لك تضحي بالوقت بالمال تاعك يليق لك تضحي نعم اذا الحديث نتاعنا راح يكون اليوم عن فيلم شهره لمخرجه رايح بن دريس وايضا مجموعه من الممثلين اللي ادوا عده ادوار في هذا الفيلم الى جانب ايضا بالازرق ياسين نستمع الى المقطع الرسمي لفيلم شهره وراجعين لكم مستمعينا الكرام انا سليم عمري 23 عام صح هو يقلق فينا كاش دير جاتني ايدي شرطه هيا ظروف مبذوله الحمد لله بيا دابا واش هاي الساعه ولا ماشي يا ربي يحفظك غسلك لي بويا من الموت ولا خرج من الموت وخاي ما انا باليش كتبوا عليا يا عصاي ساكرا على الشيطان لا لا هو هذا روحه وصل. وين راك مني؟ واه نوصل ونزيد نوصل. نورمال حتى تاريخ كله. حضرتك حتى تكون باغي نتساوى حنبقى فيه ونموت.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في متابعة هذا اللقاء الخاص مع مجموعة من ضياف جونا من ولاية وهران والحديث عن فيلم شهرة اللي استمعنا إلى المقطع الرسمي من هذا الفيلم قبل لحظات مع ضيوفنا الكرام رايح بندريس مخرج هذا الفيلم وأيضا مجموعة من الممثلين منهم أكرم بوضياف وبكير مروى وعلي ديسم بومهرز وياسين بلزرق اللي هو كاتب سيناريو. مرحبا بك ياسين من جديد, اهلا وسهلا. شهرة, انت اعطيتها هذا الاسم ولا انا كنت مسميها الشهرة وسيد راح بندرس وليس قلنا تسمو الشهرة خير. وهذا السيناريو شحال قعدت فيه وانت؟ قعدنا فيه تقريبا مرة ندار قعدنا فيه بعد شهر هكا ونصولة. وانت اول مرة تكتب سيناريو؟ ما كتبتش ما قبل؟ لا ما كتبش يعني. وكيف جاتك تكتب سيناريو, فكرة أنت تكتب سيناريو؟ هي أنا من بكري شغل عندي حب على الشغف تاع الكتابة وتاع الأفلام ولا. أيوة تلاقينا مع أخويا أكرم. قال لي زعما أنا ما نديرش حاجة فيلم هكا ولا, قلت له وا مكش مشكل نخدمو حاجة. أيوة بدينا نكتبو فيه. أيضا لك حتى الهواية تاع التركيب يعني؟ عندي ما مشي هذا في تركيب الفيديوهات. أستاذ بندريس رايح, يعني ياسين أول مرة يكتب سيناريو كانت عنده هواية ولكن أول مرة يكتب سيناريو تاع فيلم شهرة, ما تخوفتش أنت من يعني هذه المسألة أن يكون يعني في البدايات الأولى ما يرقاش الواحد المستوى تاع؟ هي في الأولى في المرة الأولى أعطاني أكرم أعطاني سلمني السيناريو مكتوب. كنت نشوف قلت انا هي قواعد سيناريو, قواعد كتابة سيناريو ما نتبعينهاش ولكن الحبكة والعقد وكلش متوفرة في متوفرة في النص. انا هذيك هي اللي عجبتني لخاطر, والموضوع ثاني موضوع مهم يليق يطرح في هذا الوقت. في هذا الوقت وين نشوف الشباب تغطى عليه الانترنت وبدا يشوف المستقبل ولكن الشباب تاعنا يبغي ينقز من الدرجه الاولى للدرجه التاليه. صح, ما يفوتش على لاكسمو, يبغي صح. يوصل في ساعه. لكن هما اكرم مع الاخ كاتب سيناريو شافوا باللي يليق تدرج يليق بالدرجه يليق درجه درجه وما توصل. صح, شافوا ولخصوا هذا وممكن تكون عندك حب في هذا المجال, يكون عندك حب وطاغي عليك كلش من بعد ديفيت تخرج من المجال قاع هذا وتروح لمجال واحد اخر. صح, خاطر مع تكون صغير وسن مراهقه وسيرتو المراهقين. صح صح, المراهقين يشوفوا روحهم باللي هو الكوميديان, هو يبغي يكتب, يبغي يخرج, يبغي يدير كلش في كل حال, ولكن هذا الموضوع هذا هو الموضوع في حد ذاته. الموضوع هذا هو اللي يشرح هذا التفاصيل تاع العيش او الحياه اليوميه للمراهق الجزائري. هذا هو النص. هما داروا في القالب هذا تاع سيناريو ولكن كان مكتوب بطريقه زعما تعجب. هذه هي اللي اثرتني فيه كانت فيه مراجعات للنص؟ ما رجعتهاش انا, بديت لهم كيما ولكن نقصت له وعاودت لهم صححت لهم العنوان تاع الفيلم. هاوس الشهرة ما جاتنيش انا, رديتها الشهرة بور اتيري للمتفرج. المتفرج غادي يسمع شهرة يشوف بنت اسمها شهرة, صح, ممكن يحوس يعرف بلي بنت وراها البنت هذه, ولكن فيها كاع حاجه واحده اخرى الشهره يعني لا سيليبريتي. هذه هي اللي داتني به وثاني في المجال تاعي. و22 دقيقه الحيز الزمني للفيلم كيف تشوفه؟ انا بغيت طويل ام هي النورمال ممكن يديروه؟ هي المده تاع الفيلم كنا نختصرها في 13 دقيقة نورمال. أفضل. ولكن الموضوع يليق تبين قال الجوانب تاعه وين غادي يوصلوا هاد الشباب يليق تتبعهم
وتعطيهم واش داروا، لكن تحت 26 دقيقة مقبول 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 يعني فنيا مقبول. أكرم بوضياف مرحبا بك في هذا اللقاء عن فيلم شهرة، أنت ممثل وأيضا منتج، وسبق لك يعني مقارنة بالممثلين اللي معك في هذا الفيلم أنك أيضا كنت أديت أدوار تمثيلية في أعمال سابقة، تعرفنا على هذه الأعمال اللي شاركت فيها مقبل. أولا وقبل كل شيء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرا أخا على هذه الاستضافة الطيبة. مرحبا. أولا هذا الفيلم كتقول بيلي بزاف صوالح ما قري إذا ما خدمت مقبل مع تاني مع المخرج رايح بندريس. طب تحس في كل عمل كاين تجربة جديدة. نعم هذه هي الحاجة الأساسية اللي في كما يقولك في حياتنا، في كل كم تدير حاجة جديدة وكم تزيد تعلم. لولا دخلت كنت مصوري في المسرح مع بندريس عطاني فرصة أن ندخل المجال السينمائي اللي كان أمنيتي من صوري يعني أن نكون ممثل سينمائي. دار فيا كونفيونس المخرج وعطاني دور البطولة في فيلم الحومة. هو تاني كان فيلم يعني ما شاء الله بالنسبة لي كحاجة شابة اللي شاركنا به في المهرجان فيلم عربي طبعتها. هو كي تخلص في المسابقة هو نجاح في حد صح صح نجاح شارك في مهرجان دولي إطار يعني أيضا مشاركات دولية وعربية، هذه إضافة إيجابية في هذه اللي حلت لي عينية بزاف في هذا الدومة، زدت بغيتها بزاف. وانا زعما قبل ما نكون ممثل كنت نبغي نكتب قبل ما نكون نمثل، كتبت عديد من المسرحيات وخدمتهم وبديت نكتب في افلام. ديجا عندي فيلم اكشن كاتبه مقبل راني داسه ما كاش لي. كي تلاقيت مع اخويا ياسين هو جاري وحبيبي وكاع لما نشكره هو اللي عطاني فكره تاع شهره، قال لي علاه ما نديروش فيلم على شهره ومنه وشهره دمي عالش غير شهره عالج مأساة الفنان يعني حكيت فيها على الفنانين قاعد متهمشين يعني الفنان جنرال ما هدرنا عليه قاعد اللي وصل اللي ما وصلش كي دير توصل. درنا فيه قالب فيلم قاصر ما كان أنا واحد من الناس ما دابيل وكان ديره في فيلم طويل كما قالك المخرج كيدروه مكاش لي عاونك ماديا وقاعد ما تنجر تسمى فيلم قاصر وران خسروا عليه بزاف دراهم صح. يعني كنت فيها منتج والحمد لله عاوني فيها شكر خاص الاخ والصديق ناصر بوكريبو يعني هما هو اللي مولي الفيلم هذا يعني وفر لي اوتيل ريستوران يعني كاع وفرنا كاع ليا والمام الممثلين والتقنيين زعما وفرنا كل شيء الحمد لله ورانا متمنين ان شاء الله على الاقل يدير نجاح ولو قال ان شاء الله. واديت دور سليم في هذا الفيلم، دور سليم هذا يعني تجي تقول فيه صوالح قصت حياتي بزاف في هذا الفيلم يعني حكيت فيه بعض من العراق اللي اتصرالي في هذا الدومان هو في الدومان فن يعني حكيت فيه بزاف صوالح عليا يعني فكرة تاع خويا ياسين وفكرني خلطناها درناها في سيناريو وإن شاء الله غادي يعجب المعجبين إن شاء الله. راجعين لكم بعد هذا الفاصل القصير ومتواصلين مع ضيف اللي جونا من ولاية وهران والحديث عن فيلم شهرة. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في متابعة هذا اللقاء الخاص مع فنانين وممثلين أيضا ضمن هذا اللقاء الإذاعي من محطة سيدي بن عباس والحديث عن فيلم شهرة مع كل ضيوفنا الكرام، رايح بندريس اللي هو مخرج هذا الفيلم وأيضا بالأزرق ياسين اللي أيضا تحدثنا معاه هو كاتب سيناريو أيضا له هواية تركيب الفيديوهات، وأكرم بوضياف اللي كان قبل يعني الفاصل اللي تحدثنا على التجربة نتاعو في مجال المسرح والسينما، وأيضا ضمن هذه الكوكبة الشابة مروة بكير هي أيضا ممثلة في فيلم شهرة. مرحبا بك، نعيط لك مروة ولا حنان؟ أنت أديتي دور حنان في فيلم شهرة، حكينا على الدور اللي قدمتيه في هذا الفيلم. كان دور بطولي مع اللي كانت خطرتي الأولى بس كو جامي دخلت في المجال
كانت بينت لي بلي حاجه صعيبه، مي ابخي الفيلم وكاع والمونتاج حاجه سهله ماما. حاجه سهله. المخرج قد يصعب عليه، انت اول مره تادي اول مره. احنا المخرج يبقى في يعني في مشكل تاع يعني عاودي عاودي. لا 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 خطر. علاش؟ وهنا غادي نفتح القوس ربما باش تحدث لي على التعامل نتاعك مع كل الممثلين وبالخصوص اللي حضروا معنا اليوم كي ديسم واكرم ومروى وايضا الاخ اللي جا معكم عبد الجليل. عبد الجليل اللي راه وراء الزجاج اللي نحيوه بالمناسبه. عبد الله هي في الحقيقه الاختيار او الكاستينغ اختيار الممثلين ما كانش مع عندي انا، كان مع عند اكرم. انا قلت له وجد كلش وانت اللي تختارهم انت. هو انا غادي نتعامل معاهم. كي شفت المجموعه او ليكيب اللي تاع التمثيل الفنيين هادو اللي كانوا ممثلين، عرفت بلي ما غاديش تكون لي صعيبه لخاطر موالفهم وخدمت معاهم ديجا ومعاهم ثاني ممثلين كبار. مع اللي موالفهم شكون؟ اكرم ديسم مع يونس ثاني، كاين ثاني استاذ كانوني، جميله بن حليمه سيناريست كبيره هادو سبق لك انك هادو كبار هما ديجا محترفين في هذا المجال. ولكن الاخت مروه جاتني في الدور تاعها مع كان معها ديجا كان يقرروا فيها قدامنا نوجد كل يوم يهضروا معايا يقرروا فيها. لكن وكان جات في المسرح كنا نتعبوا بزاف، لكن الادوار السينمائيه فيها دي بلون فيها خطط، هذوك الخطط يكونوا صغار زعما من ممكن تكون 10 ثواني 15 ثانيه الدور وفيها تقطيع. على هذا يتعب المخرج وما يتعبش الممثل. الممثل تقول له واش يدير توجهه ومنا ودير، لان سمعتك عليها بغيت تعطيك الكلمه كي قالت لك انا جاتني سهله جهه سهله ولكن احنا تعبنا. هي بدات هي نصير نبدو بالسهله ومع راها في المجال دوك تصعب عليها شويه تصعب عليها باش تكون مليح وتوصل وين دير دور وين تكون. لخاطر ممكن يجي نهار وين يكون الدور فيه حوار اكثر من الحركه. صح. وكاين افلام واحده اخرى يكون فيهم الحركه والحوار ما فيهمش الحوار بزاف. الافلام الصامته يعني صامت الفيلم بالحركه يوصل ابلغ من الكلام بالصوره. وكاين افلام اللي يكون فيهم الحوار بزاف. صح. افلام الدينيه انا نظن بلي الحوار او يشكل النسبه الاكبر. النسبه الاكبر. ديسم مرحبا بك، راه راضي عليك سياده المخرج. هذا التوعيد. اولا شكرا على الاستضافه. اهلا وسهلا. ونشكر اذاعه سيدي العباس على هذه الاستضافه. اهلا بك. انت كريم، دور كريم في شهره، احكي لنا على هذا الدور. صدر الدور كما قال لك ما جاتنيش صعيبه بزاف، باسكو ديجا خادم فيلم الاولى مع استاذ رايح بن دريس وثاني مع الحومه اكرم. فيلم الحومه. درنا هذا وما ما تكونش صعيبه عليك تكون مؤلف في الجروب تاعك. هذه ما نغلط ولا يجي عندي واحد من لي كوليك تاعي ولا يقول لي هذه على هذيك ما يلقش بنادم ميزعف تقدر من يقول لك صاحبك غلط ولا تكون. ايوه على هذيك تجي عندي اكرم خطرات نغلط طرات هو يغلط كل واحد يغلط واحد يروح عند واحد. فوالله درت هذه يسيت تقدها ما تقولش كيما هكا دير هذه عليها زي ما تجيكش صعيبه وتكون سهله كيما قلت لك. ودرنا الفيلم وبكاع الامكانيات تاعنا وان شاء الله كن ناجح فيه ان شاء الله. اكرم يعني قبل ما نبدا الحوار قلت لي هذا اول فيلم سينمائي يصور في ارزيو وانت يعني تسكن في مدينه ارزيو، هل ترى الامر اللي شكل لكم صعوبه يعني اثناء التصوير؟ صورتوا في الخارج بطبيعه الحال ماكش تصوروا كل يعني في الداخل الاكثريه في الخارج، يعني الصعوبات ولا العراقيل اللي شكلها لكم التصوير اللي دام كم؟ اسبوعين في ارزيو. هو كان فيه شويه صعوبه باسكو ديجا مادام اول فيلم سينمائي بارزيو يعني الناس ولاو يشوفوا برا كاميرات منا جاتهم حاجه ماشي موالفين جاتهم حاجه جديده. وكان الناس كايلي يعرفوني تما نكون في التورنيج يجوا اكرام ما يعرفوش باللي انت دي تهدر ولا لا. سيرتو كان عندنا واحد اللقطه في البحر
وغاشي بزاف بحر تماك اللي قعدنا يومين تاع يومين وحنا نتورنو جينا نهار الاول نغبلنا من اجل لقطه ربما لقطه لكن هي تكون في الحقيقه ما نغبلناش انا ما نغبلتش في البحر هما تبان لهم اني غابه ما نغبلتش في البحر كما غبت في الاعاده في الشارع الداخل في الشارع هي كاين ما كانش عراقيل وبويسك راك ليغال كاين صعوبات اللي لازم انك كاين اوتوريزاسيون عند وزاره الثقافه تاع تصوير الفيلم كاين امكانيات كاين علمنا ل ل ل تاع الامن الجهات الامنيه الجهات الامنيه المختصه الولايه كلش على بالهم صافي دير كلش توفر من ناحيه زعما تاع مصرح بال مصرح به وموفر وصور وين تحب ولكن هي صعوبات في الشعب لكن اذا كنت انت مخرج محنك او منتج او تعرف شنو هي السينما يليق لك تتعامل مع الشعب بطريقه اللي تدخلهم بلا ما يحس باللي راه ما يليق لك ما تخليش يحس باللي راك راه يصور ولا انت موجود تحت الضغط كما كان يذكر تحت الضغط هذه واه صعوبات نلقوها في زعما بالك الاماكن تكون معمره ولا حس هذا ياثر على ياثر شويه على ولكن يليق لك تعرف كيفاش دير حتى هو هما ثاني كانوا متجاوبين مع الشعب دوك معليش دوك الان نسالكم جميعا التعامل نتاعكم يعني وهو الموجود معكم كمخرج ربما الان نتحدث حديث اذاعي ولكن انتم في الفيلم كان عندكم حديث سينمائي يعني في اطار انجاح هذا الفيلم انا اتوجه بسؤال واحد لكم جميعا نبدا معك مروه واش تقول لنا على الرايح بندريس يعني كيفاش التعامل تاعه معكم في اطوار هذا التصوير اللي دام حوالي 15 يوم كانت معامله جيده باسكو قولي ما تخافيش لا ما خفتش ماشي باسكو لا بروميير فوا تاعي اللي شفته وكيما تعاملت معاه نورمال حاجه جديده ما بانتليش باللي صعيب ولا كان الناس ملاح ديسم استاذ عطاني الفرصه في الفيلم الاول وان شاء الله ما نكونش خيبت الدم تاعه عطاني فرصه وزاد هذا الفيلم زاوج كي هو كي اكرم خويا صاحبي عطاني ثاني فرصه في الفيلم زاوج ان شاء الله ما يكونش شيء خايب الدم تاعهم واستاذ المعامله تاع صدق الحمد لله كما قال لك حنا معانا مي خطرات تحتم عليه لا غالب وين يزقي يليق لو كان ما يزقيش لو كان ما يزقيش عليك ما يوريكش ما غادي يدير والو ما غادي يتعلم وفي ما ينجحش والجروب ما يكونش كامل الدراري اللي قادر والحمد لله انه عمل جماعي والعمل الجماعي لابد ان يكون الحمد لله جامي زعما سمعنا حاجه مشابه من عنده ولا ياسين كار حاجه الاولى هو نشكر على هذا القبول تاع اللي باش خدم منا فيهم وكانت معامله تاع زعما طيبه معنا ما هذه شكرا فيك اخويا الحمد لله بلا ما نشكرك انا واحد من الناس بالنسبه لي اب الثاني اب في البدايه قلت يعني راه جاي معاهم الاب نتاعهم مجموعه تاع شباب لا اب يعني بمعنى كلمه يبغيني معاوني في هذا الدوم كي يعاوني بزاف قد هو يعني عاوني بصوالح انا وهذا ايضا سي رايح بندريس تشكل احد اهم العوامل لنجاح اي عمل سينمائي اللي يقوم عليه المخرج انه ينسج هذه العلاقه ما بينه وبين الممثلين اللي ادوا عده ادوار قد يحدث مثلا وتتنرفز وتزعف ولكن هذا بطبيعه الحال راح يصب في مصلحه نجاح هذا العمل ليس كذلك مكاش اللي يقول للولاد كيما هكذا صغار ديجان يقول لهم اودي ما تزعفوش كي نزقي عليكم معاكم انا راني نزقي مي ما تزعفوش بصح ما نفوتش الحدود ما يخش تزقي في اطار عمل صحيح ما توشيش الشخصيه تاع الفرد هذا ولا الولد هذا ولا الشاب يليق لك تكون عبره تكون قدامه صوتي تعطيه قيمه يليق لك قيمه تعطيه ولكن تهضر معاه في اطار عمل تزكي عليه في اطار العمل غلط ديك ما تعاودش دير ديك ولا دير ديك هذا مكان بصح باتوشي ومن بعد كيكملوا الخدمه وكانهم اصحابي وخوتي ولادي ما كاش مشكل كيكملوا العمل سواء في العمل نكون قاسي شويه مزقعه والناوي ثاني الضغط لينار على بالك انا والتعب هو يليق نزكي عليهم باه ما يغلطوش ثاني راهم تحت
لا ريسبونسابيلتي تاعك صح تي ريسبونسابل مسؤوليتك مسؤوليتك خاطر ولا هادو ديجا صغار كيما البنت هذه صغيره كي تكون وكاين ناس كاين بزاف لي جانو راهم فاتوا عندي جامي يسمع مني واحد هاك كلمه ولا وراني ندير لهم دو فورماسيون فورماسيون دو باز راني ندير لهم دي زاتولي ندير ورشات في السينما في قاعه السينما كلش ونعلمهم كلش عاد باه يقدر يمثل صح ونعطي الفرصه يعني توفر لها الارضيه الحمد لله شباب كاع تاع الجهات تاعنا منا وما من جاوني من الشرق ومن العاصمه وكلش الحمد لله ما عمري ولا استثنيت واحد كاع الشباب مرحبا بهم يجيو يديروا فورماسيون وثاني كاين زملاء مخرجين والله كان شي حاجه وما يبغيش يتعب والله يقول له روح دير فورماسيون عند الدريس الحمد لله دايرين فيا الثقه يعطيك الصحه وربي يوفقك ان شاء الله استاذ رايح بن دريس من خلال هذا الفيلم في الاخير اي عمل سينمائي الا ويحاول انه يوصل رساله للمتلقي وطبيعة الحال الرسالة هذه تكون إيجابية هذا ما يرجى من العمل السينمائي فما هي الرسالة التي أراد من خلالها المخرج رايح بن دريس من فيلم شهرة أنه يوصلها للمتلقي هي في السيناريو هو ماشي السيناريو تاعي نعاود نأكدوا مع المستمع الكريم السيناريو تاع أكرم وياسين أنا درت عملت كمخرج معهم وساعدتهم في كل في البروديكسيون في كلش ولكن هما شت بلي الموضوع تاع الوقت هذا الموضوع يستاهل باه نديروه باه نصوروا فيلم قصير ومن خلال هذا الفيلم نوجه توجيه رسائل ثلاث رسائل فيه الرسالة الأولى أنك ما تسرعش اتخاذ القرار وخاصة في السينما التمثيل وما ثانيا ما تقولش باللي راني وصلت ما يكونش عندك الغرور ما تقولش باللي راني وصلت والرسالة الثالثة والرسالة الثالثة أنك في سن المراهقة ما تتخذش قرار نهائي تقول راني ممثل أو سينمائي يكون القرار بعد ما تنضج ما تتكبر في السن لخاطر ممكن تكون تبغي السينما ويجي واحد الوقت وين تتركها كاع وثاني الرسالة أو الفكرة العامة أن الممثل أو الفنان أو السينمائي مهمش في البلاد هذه في الجزائر تاعنا مهمش زعما شغلي ولك ما راهش في القيمة تاعه ما راهش المرتبة تاعه أكرم عندك إضافة على ما ذكره الأستاذ مادام أنك يعني كنت مشرف على هذا السيناريو وش هي الرسالة اللي حاولت من خلالها أنك توصلها لمن يتابع شهرة هي الرسالة يعني الكبيرة هي أنه كما قال لك الفنان مهمش تهميش يعني كبير بزاف بارابور الدول الأخرى العربية أنه الفنان ماش عطينا قيمة أولا وتاني رسالة هي أنه مشي يروح وقول أنا فنان يعني ما راهش بروبلم غير من جهتين من جهة الفنان من جهة حتى نقول الدولة يعني مشي أي واحد يجي رانا نشوفه بلي أي واحد يجي يقول لك أنا كوميدي أنا فنان أنا منا يروحوا يشكو شرتوا هذا تيك توك هذا الصوالح هم اللي خلوا أي واحد يبغى تكنولوجيا أيضا تكنولوجيا هي اللي راه يبالك سبب كبير لأنه التراجع دخلوا الناس مشي تعدوما هذا في هذا هذه اللي بغيت نبلغها أنه خلوا الفن يعني ما في فيلم فيه رسالة في الآخر أنه خلوا الفن للفنان الحقيقي صح أنه مشي غير واحد يقول فنان أستاذ رايح بن دريس هذا الفيلم لازال لم يعرض بعد من المقرر أن يكون خلال الطبعة القادمة من مهرجان وهران للفيلم احنا بينا عرضوه كعرض شرفي في أيام وهران لسينما الهوات اللي هي مبرمجة في 30-31 وبرمي نوفمبر وأول نوفمبر هذا 2019 بوهران يعني بعد حوالي شهر يعني في التقدير شهر نديروه عرض شرفي فقط ما ندخلوش في المنافسة لخاطر كاين ولاد راهم داخلين في المنافسة وانا هو منظم هذه الايام السينمائية ما يليقش ندخل لخاطر الاخراج راني دايره انا ما نجمش ندخل به في المنافسة ويكون اول عرض شرفي في وهران
ان شاء الله هم بعد المهرجانات نظن باللي غادي نشاركوا به في المهرجانات في كمهرجان قرطاج في تونس ونشاركوا فيه مهرجان الخرطوم السودان احنا نشوفوا المهرجانات هذو اللي قراب لينا وكاين المغرب ايضا المغرب ثاني كاين مهرجانات بزاف نشوفوا اي مهرجان ندخلوا به في المنافسة إذا كان من سيليكسيوني خطر كل شيء على لجنة الانتقاء أو الانتقاء نعم ومن بعد نديروا العرض الشرفي ونبور نشوفوا صحيح واش يعطونا الجمهور واش قبل أها صحيح وعلاش نديروا عرض شرفي لخطر المشاركين في أيام وهران السينما الهواد كلهم سينمائيين يعني كلهم جايين بهدف المنافسة في طبعا حالة راح تكون متابعة يكون نقاش بتقديم عندهم تشوف هادو تعرض لهم الفيلم وتشوف تأنجاجي به ولا لا تأنجاجي ولا لا نخلي لكم كلمة أخيرة حنان قولها حنان أو مروة تفضلي شكرا على الاستضافة مرحبا بك ونشكر الجمهور المستمع وأيضا أكرم نحس كده وليد دخلني هذا المجال رايح تكون إن شاء الله في أعمال أخرى إن شاء الله إن شاء الله أتمنى لك التوفيق إن شاء الله صحيح ياسين الهادئ نشكركم على الاستضافة ونشكر أستاذ رايح بندريش ونشكر جميع اللي قام بالعمل معنا إن شاء الله أكرم يعني نشكرك انت الأول الله يسلمك يعني صافي بليزير أنه تلاقيت مع أخوي الأول مرة ونشكر تاني إذاعة بالعباس لهذه الاستضافة ونشكر تاني لمجلس تسكو كان خدام اللي شاركنا في البطولة تسكو فيلم كان فيها أربعة أدوار بطولة يعني أنا أكرم بوضياف ديسم بومهرز ومروى بكير ويونس بن عبد الله اللي ما نجمش يجي ونشكر تاني أستاذ كانوني يعني اللي هو ممثل يعني معروف يعني ساعدني في هذا الفيلم قال لي زعما نجي غير قلت له هروم ما سقسانيش قال لي نجي ندير في كونفيرنس باللي حاجه شابه يعني جاء اللي يلعب هو دور الاب هو يعني ما في الحقيقه داير ثاني كاب ونشكر جميع اللي عاونوني في هذا الفيلم ثاني اللي بينهم ناصر بوكريبه اللي كان هو ممول الفيلم نشكر ناصر زيو الاب والام وكاع كامل الاصدقاء ومام اللي شاركونا في هذا الفيلم ان شاء الله نتمنى لكم التوفيق ديسم شكرا لإذاعة سيدي بلعباس على الاستضافة وشكرا ليك تسانية مرحبا بكم الاستضافة وإن شاء الله نديروا حاجة بهذا الفيلم ويتلقى استقبال من الجمهور هل كاين مشاريع أخرى؟ إن شاء الله إن شاء الله عن قاي كاين كاين إن شاء الله إن شاء الله يا رب اسمح لي أنا غادي نوجد تاني في نوجد في مسلسل يعني نوجد في مسلسل أنا وتاني الصديق ياسين وراني كاتب فيلم قاصر وراني نكتب تاني في فيلم طويل تاني بإذن الله فيلم طويل هذا بإذن الله باين تاني عاود نشارك بها في رديو تاني عنصر فعال عاوالو مراطي الأستاذ رايح بندريس نترك لك المجال احنا نرحبوا بك في الأستوديو الإذاعة ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق والكلمة الأخيرة ليك لهؤلاء الشباب الصاعد وللجمهور الذي يستمع إليك هي في الحقيقة ديسم وأكرم هما عندي كنموذج فبدل أنا ماذا بيا يشوفوا الشباب يشوفوا ديسم وأكرم كيف راني نديرهم كنموذج والله العظيم يقتدى به من طرف الشباب خاطر هذا الشباب اللي يجي يديروا عندنا فورماسيون ولا يبي يخدموا معايا يديق يشوفوا هذو اللي دي دو جان وين وصلوا المرتبة وين وصلوا لها المهم أنا نتمنى للشباب هذو به يكونوا ما يكونوش ما يليقش يركبهم الغرور لأن الغرور مقبرة العظماء كما يقول هذا ما يوصلش بعيد نتمنى ثاني الليكيب هذه تقعد أنا ثاني يعجبوني من يتعرفوا لخاطر يجوا أي من كل المناطق ويتعرفوا يقولوا شباب هذه هي هذه أنا كنت لقاهم أصحاب وحباب ومتعرفين على بعضياتهم وأنا كنت السبب هذا هو هذا حاجة روعة زعما أنا نفتخر من هذه الصورة والعمل عندنا مشاريع
انا ما شباب ما نطلقهمش الحمد لله انا اللي جنن هم لثمينة نجيب لهم ممثلين محترفين بيحفزوهم ويخدموا معهم وكلش ولكن الشباب هذو ما نسمحش فيهم نزيد نحفزهم ويوصلوا لخطر رانا هنا جايين لهذا رانا هنا لهذا الشباب صح يعني صح بهم فرموهم انا ما خلاوليش ما خلاوش لا رولاب كاين ناس نلومهم انا قعدوا غيهم هاي هما بصح جامي داروا لا رولاب صح صح الحمد لله انا راني نخلي نكون نخلي شباب مرايا يقول الله يرحمه هذاك السيد راه علمني صح هذا افضل الحمد لله مع التعارف مع كلش وعندنا مشاريع مستقبلية رانا في الأنكور صحيح باين نديرو نبدو في فيلم ثوري ثوري مقبول من طرف وزارة المجاهدين ووزارة الثقافة ومول ما عندي سبونسور كبير وهذا فيلم وشرف ليا باه نكون انا المخرج تاعه هذه وان شاء الله هاد الشباب قاعد يشاركوا فيه ان شاء الله ويهضر على الجيل الثالث للثورة ان شاء الله الحمد لله كاين انا شباب والحمد لله شافوا الناس وداروا فيها ثقة واعطوني هذا الفيلم ان شاء الله يشاركوا فيها كاع اللي تكونوا عندي شكرا جزيلا الاستاذ رايح بن دريس مخرج فيلم شهرة وايضا ياسين بلدرك كاتب السيناريو ايضا الذي ايضا كان في التركيب اكرم بوضياف ممثل ومنتج وادى دور سليم ومروى بكير ممثلة ادى دور حنان وعلي ديسم بومهراز ممثل اخر وادى دور كريم شكرا على هذه الزيارة في استوديو اذاعة الجزائر من سيدي بالعباس نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح وان شاء الله ايضا في ايام السينما للهواة التي ستكون في اواخر اكتوبر وبداية نوفمبر يكون هذا الفيلم ينال إعجاب النقاد والسينمائيين إلى اللقاء